هناك شيء اسمه الولاء والبراء في الإسلام، لابد كل مسلم أن يعلم من يؤلب غير المسلمين على المسلمين ماذا بقي لهم من الولاء للمسلمين. الله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، ويقول تبارك وتعالى: ما علام من يوالي أعداء الله يوالي أعداء الله، يقول تبارك وتعالى فيهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين من هم؟ هذا تعريفهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا هو كلام